أغلق محتجون من بلدة العكر الشارع العام احتجاجا على التصعيد الخليفي الأخير والذي ترجمته المحاكمات ضد أبناء الشعب البحريني، فيما اشتبكت السلطات الأمنية مع المحتجين وأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص المطاطي ومسيلات الدموع، فيما أغلق ثوار النوادرات الشوارع العامة بالإطارات مع ترديد شعار يسقط حمل. وخرج ثوار سترة في تظاهرة رفعوا خلالها شعارات عديدة، منها آل خليفة ما تحكمنا، وقامت السلطات الأمنية بقمع التظاهرة. هذا وتظاهر ثوار المعامير تضامنا مع الرموز المعتقلين مرددين شعار لن نترك الميادين. وفي المكشع رفع المتظاهرون شعار كسرتم قيد السجان، وبنفس الشعار خرج ثوار أبو صيبع في مسيرة تضامنا مع الرموز، وسارعت السلطات الأمنية بقمع المسيرة. وقد عبر ثوار دمستان عن غضبهم باشتباكات حامية مع السلطات الأمنية الخليفية المتواجدة في مركز الشرطة الخليفية القريب من المنطقة. وتتدافع يوميات الحراك الثوري في البحرين من أمل وألم وصمود وتضميد للجراح، وهذا يأتي عبر التواصل الاجتماعي بين فئات الناس، حيث زار عدد من آباء الشهداء والشخصيات المفرجة عن الناشط محمد الشاخوري ليؤكدوا على أهمية التضامن المجتمعي بين مختلف فئاته.